بعد ما شاهدتوا الجزيرة نيو إيرا، ما رأيكم في هذا الإعلام الجديد؟ بالفعل إعلام جديد. أنا أظن يعني بالمعلومات اللي تحصلنا عليها حتكون ثورة. أجمل ما في هذه الثورة أن الجزيرة متبنياها ضمن روحها. أتمنى لها التوفيق. مشكور جدا. كونك صحفي مواطن، كيف ترى أن هذا الإعلام الجديد سيسهل عليك المهمة؟ أظن أنه المشروعين الجزيرة توك والجزيرة إيرا تكمل بعضها، لأنها بصحافة المواطن ترتقي وأيضا يعني تحدث الثورة. هذا ما أظنه وما أعتقده. ما رأيك في هذا ما رأيت اليوم؟ أول شيء ما رأيته اليوم يعبر عن ثقافة كبيرة جدا اسمها ثقافة الجزيرة. ما في مؤسسة إعلامية سوت مثل كذا أولا وأخيرا. ليه؟ لأن أي مؤسسة إعلامية عندها عقدة من أي شيء جديد، تبغى تبقى على ما هي عليه طول الوقت، فما عندها تجاوز. الجزيرة ميزتها الأساسية أنها تتجاوز كل هذا وتعبر إلى فضاءات جديدة. فما شفنا اليوم يسر كثير، وإحنا بصراحة فرحانين من التقنيات هذه الموجودة اللي هي قدامكم، وإن شاء الله على الأمل نشوفها بعد 5 سنوات تحقق الثورة الحقيقية في مجال الإعلام إن شاء الله. كونك صحفي متميز، مواطن صحفي، كيف ترى ذلك؟ والله أنا أنظر له كصحفي أنه هو يعني يخلي أمامك كصحفي عادي تكتب تحدي كبير، لأن أنت بالسابق الصورة وكيف ما أنت عارف تلحق ويا الصورة كتابياً. فإن شاء الله يعني يدفعنا هذا نطور أسلوبنا ونطور الممارسات اللي نستخدمها في الصحافة، ننتقل من الممارسات القديمة التقليدية لممارسات جديدة أوكي تعبر بينا زمن الصورة وزمن التقنية الفوارة. جميل. وما تقول للشباب، للجيل الواعي، للشباب العربي، الشباب الحر في العالم؟ احلموا، الحلم شيء جميل، يعني اللي ما يحلم ما يعيش. احلموا احلموا احلموا. بعد الحلم، وبعد الحلم حاولوا تحققوا الحلم. ما رأيك في الجزيرة الإيرا؟ الحقيقة أنا فرحت جدا للجزيرة، ودائما الجزيرة هي إبداع، وهذا مش غريب عنها أبدا، يمكن تطلع هذا الشيء وأكثر من هذا. أما 5 سنين أنا مش متفقة مع 5 سنين، أنا راح أتفائل وأقول لك أقل من 5 سنين راح تحققوا النجاح، وخاصة أنه نحن استغربنا من بداية المهرجان، جينا كنا دائما نسمع الشرح وكيف تشتغل وكيف، فرحنا جدا وان شاء الله يمكن نقتني نحن اجهزه ونصير صحفي شارع. صورتنا هي ابلغ من كلامنا في بعض الاحيان انا اعتقد، وتسهل علينا مهمه. ويعني اما بمجال التقليدي راح كل شيء تقليدي، راحت الصحافه التقليديه والحكومه التقليديه والكلام التقليدي، لان الناس تخطو قدام مش بخطوه، صارت صواريخ لقدام. وان شاء الله التوفيق للجزيره دائما. الجزائري. أنا أتمنىهم ثاني هما يزيدوا يتطوروا ويزيدوا يهتموا بالتكنولوجيا، وهم في مجموعة شباب يهتموا يعني اختراع وما شاء الله عقول كبار، إن شاء الله يجوا يلقوا نظرة على هذا الشيء ورح يستفيدوا أكيد. شوفي هلا نفتح مجال للشباب العربي الجزائري المحبط مثلاً. إيه طبعاً طبعاً، على الأقل يحكي كلمة تسمع يوم من الأيام، على الأقل يقول كلمة. أنا أعتقد أول شيء إنه صحافة المواطن يعني والجزيرة بشكل عام، غير إنه يعني بتعطي أبعاد جديدة، بتحترم المواطن العربي، بتعطيه قدر وبتشجعه إنه هو كمان يعني يكون طرف من صناعة الإعلام، لأنه صناعة الإعلام هي عم تصنع العالم بالنهاية، وهي عم تصنع كل السياسات ووجهات النظر، وخصوصي إنه هلأ هيدي يعني ما محدودة باللغات وما محدودة بالمكان، والصور كمان يعني هاي اشياء لا تنكر، يعني خبر ممكن يقول لك انه هذا الخبر يعني ممكن يكون صحيح ممكن يكون خطا، بس الصور يعني ما حدا بيقدر ينكرها. بس وبركي كمان ان شاء الله هيدي بتكون فرصه للشباب العربي انه يعني يستخدم التكنولوجيا بشيء مفيد وشيء يعني بيعبر عنا وعن رسالتنا. بس والله يبارك فيكم.